لا ننصحك بريطانيا بهذه الخطوة، فصبرنا بدأ ينفد وردنا سيكون ردا نوويا. هكذا صرخ بها بوتين، وتحالف بكين وموسكو يعطي الناتو مهلة أخيرة، ومئة ألف جندي أوكراني يتحضرون للهجوم الكارثي. وكرد على زيارة بوتين لماريوبول، هو زيلينسكي يظهر في باخموت. واشنطن تضع أول قاعدة عسكرية أمريكية دائمة بالقرب من روسيا، فكيف سيرد بوتين؟ وتايوان تحضر خطة لمواجهة الصين عسكريا، والجزائر تعلن انفصال مصير علاقتها مع المغرب، فهل هناك بصيص أمل للعودة؟ وتركيا تعتذر للعراق لينبض شريان الحياة من جديد، ومفاعل نووي روسي يصل مصر، والأردن تصوت على طرد السفير الإسرائيلي من أراضيها. رد روسي مزلزل. انكشفت الأوراق الغربية وبات الغرب على مرمى نيران مواجهة روسيا. وبينما كانت الحرب الكبرى تطبخ على نار هادية، فجأة استيقظ الدب الروسي ليقول كفى إلى هنا وحسب. وبعد أن أعلنت بريطانيا أنها ستزود أوكرانيا بقذائف تحتوي على يورانيوم مخصب، الرد الروسي لا يتأخر. وعلى لسان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، حيث صرح قائلا إن تزويد لندن لكييف بقذائف اليورانيوم يأخذ الوضع لمستوى خطير جديد. نعم، التوترات على أشدها يا سادة، وكل يدلو بدلوه. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبدأ معارك الرد بقوله إن خطوة مد أوكرانيا بقذائف كهذه دليل على نية الغرب لمحاربة روسيا بالفعل، ليضيف أن بلاده ستضطر للرد المناسب إذا تم إرسال أسلحة ذات مكونات نووية لكييف. فهل وصلت رسالة بوتين أيها الغربيون؟ وفي الطرف الآخر، الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو يصرح قائلا فليفعلوها إن كانوا مجانين إلى هذا الحد، حينها لن نرحم أحدا وسيكون رد روسيا مزلزلا. الرد البريطاني جاء على لسان وزير الخارجية جيمس كليفرلي، الذي قال إنه لا يوجد تصعيد نووي، وإن الدولة الوحيدة التي تتحدث عن القضايا النووية هي روسيا بحسب تعبيره. ليظهر رئيس الوزراء السابق لإيطاليا جوزيبي كونتي معبرا عن غضبه من بريطانيا وأوروبا بقوله لم يصدر أحد في إيطاليا أو أوروبا بيانا ينأى بنفسه عن حليفنا البريطاني الذي أعلن عن إرسال قذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف. هذا يزيد من تأجيج الوضع في أوكرانيا. هنا الروس يصعدون من لهجتهم. نعم، ها هو نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف يوجه بوصلته نحو أمريكا قائلا إن واشنطن تواصل إجراءات معادية نشطة ضد روسيا ليس فقط في أوكرانيا، بل إن واشنطن تلعب بالنار بشأن مسألة العودة إلى معاهدة ستارت 3. وأضاف ريابكوف أنه لا يرغب بالتورط في مناقشة حول ما إذا كان احتمال نشوب صراع نووي مرتفعا هذه الأيام، ولكن على أي حال الاحتمالية أعلى من أي مرحلة شهدناها خلال العقود الأخيرة وفق تعبيره. ريابكوف عاد وأشعل التوترات من جديد بقوله إن قرار واشنطن مواصلة تحليق طائراتها فوق البحر الأسود يدفع روسيا لاتخاذ إجراءات مواجهة، محذرا واشنطن من اختبار صبر موسكو. ليوجه ريابكوف رسالة مباشرة للناتو هذه المرة، حين قال إن أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين يطالبون بتزويد كييف بالذخائر العنقودية لا يدركون ما هي العواقب المحتملة على الناتو. ولا زلنا في روسيا، حيث غادر الرئيس الصيني موسكو بعد زيارة رسمية استمرت عدة أيام، لكن هذه الزيارة حملت في طياتها كثيرا مما يرعب الأمريكيين. فزيارة شي جين بينغ لروسيا مفادها لست وحدك يا بوتين، في حين تعهد الطرفان لبعضهما بالتعاون على جميع المستويات السياسية
السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية والتكنولوجية، لكن الهدف الأسمى هو إعلان انتهاء حكم القطب الواحد للعالم، ومرحبا بعالم متعدد الأقطاب كما يقولها الصينيون والروس. وفي البيان الختامي لقمة شي جين بينغ وبوتين، شددت موسكو وبكين على ضرورة أن يتقيد الناتو بالطابع الدفاعي وأن يحترم سيادة الدول الأخرى، ليصرح بوتين بأن خطة السلام الصينية قد تكون أساسا للتسوية في أوكرانيا عند جاهزية كييف والغرب، مضيفا أن الغرب يريد أن يحارب روسيا حتى آخر أوكراني. لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين كان رده مسبقا، وذلك بدعوته العالم لعدم الانخداع بأي تحرك من جانب الصين لوقف الحرب بشروط روسيا الخاصة، مطالبا بكين باستخدام نفوذها لإجبار موسكو على سحب القوات الروسية من أوكرانيا. الخارجية الصينية لم تصمت وردت على الفور بأن على الولايات المتحدة إعادة النظر في دورها في الصراع الأوكراني والتوقف عن إلقاء اللوم على الصين. وهنا تعلن واشنطن أن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم للدور البولندي، فبولندا تحولت من حليف رئيسي للاتحاد السوفيتي إلى رأس حربة في قوات الناتو لمواجهة روسيا. ومن ضجيج الحروب الكلامية إلى أصوات المدافع والطائرات في أوكرانيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مروحية أوكرانية من طراز MiG بمنطقة خاركوف و26 طائرة مسيرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي زابوروجيا وخرسون. وأضافت الوزارة الروسية أنه تم تصفية أكثر من 140 جنديا أوكرانيا. من جهته زيلينسكي لم يقف مكتوف اليدين، وتحرك لزيارة الخطوط الأمامية بالقرب من بخموت وفق رويترز، وهناك قال: يشرفني أن أكون هنا في الشرق اليوم وأكرم أفضل الأبطال. لكن زيارة الرئيس الأوكراني كان قد سبقها إعلان مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان جاجين أن مدينة أرتيوموفسك أي باخموت قد أصبحت محاصرة تماما. الصين شوكة في ظهر أمريكا. الأمريكان يدخلون الصين في كل شاردة وواردة، وهل يمر يوم واحد للولايات المتحدة دون ذكر بكين؟ هنا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يقول إن الصين لم تصل إلى حد تسليم أسلحة فتاكة لروسيا بعد في إطار الحرب الأوكرانية، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية لم ترى أن الصين تجاوزت ذلك الخط. فماذا لو تجاوزته يا هذا؟ ننتقل إلى الوجبة الصينية القادمة. نعم، إنها تايوان. ومع إجراء رئيسة تايوان تساي إنغ وون زيارة إلى الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى الأسبوع المقبل، قال نائب وزير الدفاع التايواني إن وزارة الدفاع التايوانية لديها خطط طوارئ لأي تحركات من جانب الصين خلال هذه الفترة بحسب رويترز، أي خلال غياب الرئيسة التايوانية. الأحداث والتطورات. قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبوني إن العلاقات مع المغرب وصلت إلى نقطة لا عودة، مضيفا أنه يأسف على وصل العلاقة بين البلدين الجارين إلى هذا المستوى. أليس هناك طريق آخر يا أبناء الصحراء؟ صوت البرلمان الأردني بالموافقة على توصية للحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وذلك ردا على الوزير الإسرائيلي الذي قال إن خريطة إسرائيل تضم الأردن وفلسطين. رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في تركيا رغم الخلافات، وأردوغان: أكدنا عزمنا على العمل معا لإنجاز مشروع طريق التنمية الرامي لبناء ممر نقل بري وسكة حديد تمتد من البصرة إلى تركيا، مضيفا أن طريق التنمية لا يعتبر مشروعا استراتيجيا مهما لتركيا والعراق فحسب، بل للمنطقة بأسرها.
وهنا عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليبشر العراقيين أن بلاده اتخذت قرارا بزيادة كمية المياه لنهر دجلة لمدة شهر واحد من أجل رفع ضائقة العراق، لكنه قال إنه يتوقع بالمقابل من العراق الاعتراف بPKK أنها إرهابية، اعتذار مشروط يا أهل العراق، فهل تقبلون؟ أعلنت شركة روساتوم الروسية عن وصول أول معدة كبيرة الحجم من صيادة قلب المفاعل النووي إلى موقع بناء محطة الضبعة النووية في جمهورية مصر العربية. خطر الحرب النووية يعود من جديد بسبب دعم بريطاني لأوكرانيا، فهل يكون الإنجليز سببا في حرب كهذه؟